السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه نتوما لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير، تكونوا في احسن حال. وكما كنقول لكم ديما داك الشعار ديال فاتي المكنسيه، اليوم خير من البارح، ودائما حنا متفائلين، وان شاء الله كنتمنوا ان الايام اللي جايه كلها ديما تكون احسن فاحسن. وبطبيعه الحال راه ما تنساوش الناس اللي كنسلموا عليهم، اللي داخل المغرب وخارج المغرب، واللي في كل جميع انحاء العالم، الدول العربيه وكل شيء اللي كيتابعونا، الجزائر، تونس، مصر، العراق، اي بلاصه، والناس تسمح الا نسينا شي بلاصه والناس كيتابعونا فيها، فرنسا، اسبانيا، سويسرا، كاع الناس اللي عندنا عزازين وديالنا وكنبغيوهم كيتبعونا، كنقول لهم شكرا لكم، والله يخطيكم اخوتي اخواتاتي احبابي الاهل ديالي كاملين، شكرا لكم جميعا. خوتي واخواتاتي، اليوم نظرا لي غادي نزلوا الطلب ديال بزاف ديال الناس، انني من نهار رجعت من تونس وكلشي كيسولني وتيصيفطوا لي تيقولوا لي عافاك بغينا نمشيو لتونس، قولي لنا شنو اللي خاصنا، مع ان تونس راه دوله عربيه وما فيهاش بزاف ديال التخربيقات، ماشي بحال اوروبا وما فيهاش بزاف الاوراق، ما فيها لا فيزا لا والو، ولكن الناس كتبغي تعرف اشنو اللي كاين وكيفاش تمشي. راه بزاف الناس ما كيسافروش، ما تيعرفوش، ما يعرفيش اللي يعني شنو الاجراءات اولا شنو اللي خاصهم. قلت لهم مرحبا، لمالا حنايا عند رهن اشاره ديال الناس اللي المشاهدين ديالنا، اللي كيبغي شي حاجه واللي محتاج شي حاجه وحنا بامكاننا اننا نقدموا المساعده او نعطيو معلومات عليها، مرحبا والف مرحبا. ونخليكم اخوتي اخواتاتي معايا، اليوم غادي نهضروا على كيفاش الرحله الى تونس الخضراء، خليكم معايا. كما قلت لكم اخوتي اخواتاتي، الناس باغيين بزاف الناس يمشيو يسافروا لتونس يدوزوا السياحه، واليوم غادي نقول لهم اش كاين، خليكم معنا حتى لاخر الفيديو باش نقول لكم كاع داكشي. المهم انا غادي نحكي لكم اللي كندير انا وتجربتي انا وكيفاش كنسافر انا، حيت انا مشيت لها ثاني يعني جوج المرات، مره مشيت في شهر 4 كان شويه بارد الحال، وهاد المره مشيت في الصيف. اللي بغيت نقول لكم اخوتي اخواتاتي هو ما كتحتاج حتى شي حاجه اللي راها صعيبه، باسبور او تذكره الطياره، يعني بيي ما كاين حتى شي مشكله. اي لاجونس كتمشي عندها كتقول انا بغيت نمشي لتونس مرحبا، كتحدد التاريخ اللي بغيتي تسافر فيه سواء في الصيف او لا في البرد او لا في اي وقت اللي كيسمح الانسان بالسفر، صافي وكتمشي. غير هو شنو اللي كاين بالنسبه للناس، انا نسولوني واش التذكره غاليه ولا ما غالياش، هي كل ما الانسان خد التذكره على بكري في اي زعما في اي سفر في اي دوله الا وكتكون شويه رخيصه، ماشي بحال لانه كتمشي ديك الساعه وكتاخذها ديك الساعه كتكون كتفرض عليك باش ما بغات تكون كتاخذها. لا باس الانسان اللي كان غادي يستعد لسفر يدير واحد بشهر او شهرين قبل يريزيرفي وياخذ يعني البي ديالو، ماشي مشكله باش هو ينقص عليه وديك الساعه يسافر. الحدود ديالها انا بعدا اللي سافرت فيها هذه ثاني مره ما كتفوتش 3000 درهم. مشيت في التونسيه، كاين ثلاثه الخطوط اللي كتمشي لها، التونسيه والعربيه والمغربيه ديالنا. انا كمشيت مره في التونسيه كانت ب 3000 درهم، مشيت المره الثانيه في العربيه حتى هي كانت ب 3000 درهم، وفي نفس التوقيت زعما ماشي بالضروره، مشيت في البرد ب 3000 درهم، مشيت في الصيف 3000 درهم، يعني الثمن ديالها على طول العام كنظن انه ما كيتغيرش. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو انه الانسان تيقولوا لي انه واش كاين زعما شحال الفلوس ولا شحال، هذه هي الفلوس راه في اي دوله، في اي دوله راه تتمشي كتدي الفلوس اللي كتخصك، الا بغيتي تعيش الرفاهيه وتعيش في الفنادق رائعه وغاليه وكلاس وداك الشيء راه هي بالثمن ديال، بغى الانسان يعني اللي كاين عنده الاولويات وهذه ياخذ واحد الابارتمون ويبقى يعني يخرج غير يتسارى وهذه ويبقى ياكل في الدار وهذه، راه كتكون شويه القضيه ناقصه على حسب. غير هو الفلوس خاصها ضروري تقلب الاورو، ما يمكنش تكون فلوس يعني مغربيه حيت ما كتصرفناش تما في تونس يعني الاورو. والانسان بحال دابا الا كان عند انسان شي 10000 درهم مغربيه ويقلبها للاورو، راه اكيد ملي غادي يمشي لتما غادي تمشي زعما. واحد بالنسبه لي سولوني قالوا لي يفضل يعني غير اسبوع، شحال يقدنا الاسبوع؟ راه ممكن 10000 درهم تكفيك الاسبوع يعني، وفيها اماكن زوينه. الاماكن اللي واحد انا بالنسبه لي مشيت لهم وكنعرفهم مزيان ساليت فيهم، تونس العاصمه، صفاقس لانه فيها العائله ديال زوج الاخت ديالي اللي من هنا كنسلم عليهم وتنقول لهم شكرا اليوم على الضيافه ديالهم على حسن الضيافه، لانه صراحه ناس هذوك الناس اللي هم راس العا ظريفين وزوينين وفي المستوى وكنبغيهم هذوك الناس، لان اللي كنعرف يعني اللي كنمشي عندهم، انا كنمشي عند العائله. صفاقس اللي فيها قلت لكم العائله ديالنا، مشيت لهاد اللي لنا فاش كنت جيت ديك المره، كان مشيت في المره في البرد، مشيت غير السوسه يعني شفت
شفت زعما غير الاماكن، ما كانش ليا يعني البحر او لا شي حاجه. اللي كيبغي البحر راه كاينه سوسه زوينه، كاينه جزيره قرقنه اللي مشيت لها ديك مشيت لها هذه المره، كاين سميتو ياسمين الحمامات اروع، ما كاين زوينه من كل شيء ديالها، كاين نابل، هادو اللي مشيت لهم انا يعني، هادو البلايص صراحه زوينين الواحد يقدر يمشي لهم يعني. انا ما تنعرفش تونس كامله باش نقول لكم، انا غير الاماكن اللي زرتهم واللي مشيت لهم. هذا هو اللي كاين يعني في تونس. غير شنو هو المشكل اللي كاين، انا اللي لقيت صراحه شويه، هو ان فاش يعطيوك واحد العدد في الطياره يعني الوزن ديال الكيلويات، ما حتى واحد ما يفوت الكيلويات ديالو، لانه بصح كيلقى مشاكل. المشكل الاولاني انه كيخلص عليهم، ومشكل ثاني انه يقدر داك الخلاص وداك الشيء دا شويه ديال العطاء تتعطل الانسان، تتعطل، وملي كتعطل وكيكون هذيك كيلقى شويه ديال العراقيل. هذا خوتي اللي كاين يعني في تونس، ما فيهاش زعما شي مشكله، وزوينه والله صراحه زوينه، انا عجبتني مشيت لها جوج مرات، زوينه فيها ما يتشاف. عندهم بزاف د الحوايج حتى هما زوينين، عندهم حضاره، عندهم كاين كما قالوا لي كاين بزاف الاماكن انا ما شفتهاش تاريخيه، كاين فيها اماكن يعني اللي تاهي تاريخيه. انا بصراحه ما جاتنيش تونس في اختلاف بينها وبين المغرب، كتحس براسك بحال انك في بلادك، ما كاينش اختلاف كبير، كاين كلشي تقريبا. مشيت للنابل اللي فيهم ديك الصناعه التقليديه اللي بحال الفخار ديالنا كاين في اسافي، بحال تقريبا بحال صناعه الزرابي وداكشي هذا كيف ما كيديروا حتى حنايا بدوك الطريقه القدام، دوك المنساج وداكشي، وهادي حتى هما شفتهم يعني. اللي يرجع الفيديوهات ديالي القدام راه كنت اي بلاصه كنمشي لها راه فيهم يعني، اللي باغي يمشي يرجع لدوك الفيديوهات ويشوفهم. اي بلاصه مشيت لها الا وانا صورتها وشفت لها ديك البلاد العربيه اللي هي بحال المدينه ديالنا اللي كيمشيو يتغداو منها، المقاهي ديالهم التقليديه زعما بزاف. هادو كاينين في كاينه ياسمين، في الياسمين الحمامات وطيلات واعرين كاينين صراحه هما زوينين يعني، كاينين بزاف فيها ما يتشاف. انا تنقول للناس اللي غيمشي راه ما كاينش اللي غادي يندم اللي مشى لتما، الا وانه كاين ما يتشاف وغادي يرجع يعني مفوج، ويكون زعما الامور ديالو مزيانه. حتى تونس زوينه، بلد تستاهل الزياره، الواحد يمشي يزورها. وهذا اللي كاين، وانا قلت لكم ما كتحتاج حتى شي حاجه، باسبور وتذكره طياره وفلوس باش تكون تما، يعني هذا هو المشيه كلها اللي كتحتاج تونس. ماشي بحال الدول الاخرى خاصنا فيزا وخاصنا وراق وطلع وهبط وهذه، الحمد لله اي واحد في اي مدينه حداها لاجونس وكالة الاسفار يمشي ياخذ هذه غير وياخذ، وهو صراحه ياخذ المعلومات من تما احسن منهم، هما كيفيدوك وكيقول لك بالنسبه لي غادي يمشي ما عندوش العائله تما ما عندوش فين يمشي، هما تيقولوا لكم انه الاماكن اللي ممكن تزورها وتمشي لها اللي انت باغيها. المناطق الجبليه انا ما شفتهاش، كاينين كيقولوا كاينين لكم، كاين هما العرايس وكاينين شي طوزر وكاين صحراء وكاين، انا ما شفتش هذوك الاماكن. انا حدي زرت صفاقس كما قلت لكم، وتونس العاصمه، وحمامات الياسمين وياسمين الحمامات، وسوسه في الصيف رائعه، اللي باغي يمشي في الصيف راها رائعه جدا للسياحه. سوسه عندها واحد، انا بالنسبه ليا جاتني بحال مدينه طنجه تقريبا بحال هكاك، ما كاينش زوينه حتى هي وفيها ما يتشاف، لان البحر ديالها زوين. الجزر كاينه، انا شفت جزيره قرقنه، الجزيره ديال جربه ما شفتهاش بعيده ما شفتهاش، ولكن قرقنه مشيت لها جوج مرات زوينه. وهذا هو اللي كاين، هذا هما اختي وصبتو الاخت الكريمه اللي كل ساعه كترسل لي وكتقول لي انا باغيه تمشي وباغيه تمشي في اقرب حال في اقرب وقت. هذا هو اللي كاين اختي، راه ما كاين حتى شي مشكله، والفلوس انتيا وجهدك، راه اللي خديتي انتيا يعني الا بغيتي تعيشي رفاهيه وتعيشي مزيان راه غادي تخصك فليسات معاك، راه فين ما مشيتي حتى في المغرب راه في وسط المغرب، وراه ممكن الا بغيتي تمشي غير لشي مدينه وتعيشي فيها كلاس وتعيشي تاكلي في الزنقه وكلشي راه خاصك فلوس. فيما مشيتي راه الفلوس هي كلشي. هذا اللي كاين اختي يا عزيزتي، كنتمنى انك نكون فتك شويه وكون انني جاوبتك على الاسئله ديالك اللي طرحتي، وكنتمنى اللي باغي يمشي سفر ممتع. الله يديكم اخوتي خواتاتي على خير، وما فيها باس الانسان يتسارى واكتشف، شوف الاماكن اللي ما عمرو شافهم، اللي فيكون في الاستطاع يعني ما فيهاش بزاف ديال الاجراءات،
داكشي اللي كنقولو كاين زوينه يعني. حتى اللي باغي يمشي دابا راه مشي ثاني مره جوج مرات زعما ما كاينش مشكله، كتمشي في الامان وكتجي في الامان. بالنسبه ليا انا كنقول للناس اللي باغيين يسافروا لتونس الخضراء. شكرا لكم خوتي خواتاتي، وكنتمنى لاي واحد اللي بغى يسافر بغى شي حاجه التوفيق، والله يسهل على الجميع، والله يعاونكم اخوتي خواتاتي. وشكرا لكم على الاستماع، ما تنساوش بارطاجيو معنا واشتركوا وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد ديالنا، وباش تعم حتى الفائده، حيت راه قلت لكم بزاف الناس كيسولوني ماشي واحد ماشي جوج على الرحله لتونس، وانا خوتي قلت لكم داكشي اللي درت انا واللي مشيت واللي دوزت. أتمنى لكم سفر ممتع، شكرا لكم، وتلاقوا فيديو آخر إن شاء الله. لا تنساوش اشتراك لايك وديزلايك بجوج. يلا شكرا لكم خوتي خواتاتي، تلاقوا فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.